هذا وقد دعت النائب عليا نصيف رئاسة البرلمان إلى كشف أسباب عدم قيام وزارتي الدفاع والداخلية بإرجاع المفسوخة عقودهم من الجيش والشرطة رغم إقرار مجلس النواب للمبالغ المطلوبة لدرجاتهم في الموازنات السابقة. سيد الرئيس، اليوم هناك الكثير من المشاكل التي تعج في البلد، خاصة المتعلقة بتعيين الخريجين وخاصة المتعلقة بغبن استحقاقات بعض الموظفين في الدولة العراقية. نحن في الموازنات السابقة ثبتنا موضوع المفسوخة عقودهم على أساس الدفاع والداخلية، وثبتنا أموال الموازنة في الموازنات اللي تم التصويت عليها. وزارتي الدفاع والداخلية لحد الآن لم تمضي في إرجاع المفسوخة عقودهم، ثم الكثير من المنتسبين في وزارة الداخلية وزارة الدفاع يجي ترفيع يجي على وكلها تتوقف. دفاع وداخلية اثنيناتهم ما مضوا بهم؟ كلاهما نعم. يعني مثلا تجي دورات ترفيعية لمنتسبي هذه الوزارات بحجة الجانب المالي، يصير عملية محاباة، يصير عملية عدم تنفيذ. اليوم احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا في حجم الخريجين. تتذكر جنابك احنا كنا نعمل بموضوع الانسيابية حسب حاجة وزارة التخطيط، يتم توجيه كل الخريجين كل حسب اختصاصه. اليوم هذه العملية ما تتم، نريد وزارة التخطيط يكون لها عمل جاد في تحديد احتياجات الدولة والتصرف على هذا الاساس، وليس يعني زج التعيينات في الوزارات على اساس الارتزاق الانتخابي.